شفتي؟ مش قلتلك هتوحى هتيجي عشان تبوسي ايدي، واديكي جيتي. اوطي على رجلك ابوسها؟ لا اوطي ايه، ابوس ايدك. عايزه سنتي، جسمي في نمل بيمشي مش قادره. هي بتقولش كده ليه؟ هي عامله دور مدينه ولا غربانه؟ ويا ترى بقى السنيوره معاها تمن السنتي ولا جايه ترازينه؟ معايا يا معلم. خد اهو. ايه دول؟ ابعت اجيب بيهم لب سوري؟ هو ده كل اللي معايا يا معلم؟ خد بدري كل حاجه بس اديني سنتي. امشي يا بنت من هنا، احنا مش فاتحينك. بعد كده ما تجيش هنا غير وانتي معاكي تمن اللي هتشربيه. غور يا بنت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا رب النمل اللي في جدتي يمشي في جدتك. لا يا ربنا يتزم منك يا بعيد. انت بتدعي عليا يا بنت؟ طب امشي بقى من هنا وغوري. هايل يا سادة هايل. شفت؟ ألم حقيقي 100%. طب الحق بقى صور يا ريس عشان كل اللي جاي أحداث واقعية بسرعة. طب تضرب بجد؟ سوري يا أستاذة، الشخصية أخدتني جدا ونسيت إني بمثل. بتمثل؟ ده أنا همثل بجثتك دلوقتي. خش لي هنا بقى، تعالى لي. في إيه صلاح؟ تعالى لي هنا. مش كده؟ أوعى. إيه على في إيه؟ يا فنانة مش كده؟ إيه يا هيعدي هنا أهو هبلعه. تمام يا أستاذ. تمام ولا مش تمام؟ خلاص تمام. غور هناك يلا. خلاص يا فنانة حسن. تعالى لي. أوعى كل يوم فاكرني فنانة وعندي مشاعر وأحاسيس وفيصل اللي لو منهم يصوروا اللي بيحصل ده وينزلوه هالك الجزء الثاني. غلطة مش مقصودة. تعالى. غلطة. صلي على النبي، صلي على النبي. أنت هتعملي إيه؟ Thank you. شكرا. لا انا بشربها بالبتاعة دي، سيبها. انتوا لو فاكرين الفيلم اللي بيتصور جوه ده هيجيب ايرادات اكتر من فيلم ايش طيابة، تبقوا بتحلموا. انا قريت السكريبت، السكريبت مليان ديفوهات، مفيش كلايمكس، مفيش بلوت، مفيش اي حاجة. انت بتهزري يا ريتاج؟ انت عاجبك القرف اللي جوه ده؟ عاجبني ايه؟ بقولك مليان ديفوهات. يعني الانجليزي اللي انت قلتيه ده انت مش عاجبك يعني؟ جدا وحش. وانت من امتى بتفهمي بقى في الحاجات دي؟ لا تكوني بتخرجي من ورانا واحنا مش عارفين. حبيبي انا سكريبت رايتر. ايه ستريت فايتر يعني؟ ما كلنا لعبناها واحنا صغيرين. مؤلفه يعني. انا خدت كورس في نيويورك فيلم اكاديمي السنه اللي فاتت. من ورايا ريتاج؟ يبقى صح. لما السنه اللي فاتت قلتي لي انا رايحه خميس وجمعه بات عند ماما عشان فرح بنت خالتي، يبقى كنت طالعه امريكا تاخدي الكورس. يا سيد كفايه جهل، كفايه. كورس ايه اللي هاخده خميس وجمعه في نيويورك؟ امال اخدتيه فين؟ خدته اونلاين. يعني برضه نزلتي من غير اذن جوزي؟ اتفضل. يوه، بقول لكم ايه يا جماعه، سيبوني اكتب انا السكريبت ده ينزل يكسر مصر. تمام، حلو. يبقى ما دام على الله التسهيل كده وهنشقلب اللعبه، يبقى انا اللي اخرج. هو انت بتعرف تخرج؟ يا سلام، هو الاخراج غير اكشن وكات. وشكرا يا اساتذه، والى اللقاء في عمل اخر. ولما الفيلم ينزل نعمل هاشتاج سنغزو العالم واللي خايف يروح. طيب طالما بقى انت هتخرج وانت هتكتبي، يبقى انا مضطر ابقى بطل الفيلم.